السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. معاكم احمد وعلي، رجعنا لكم مقطع جديد من لعبه عالم الرفقاء. هالمره علي راح يساعدني، فراح اجرب اسوي له اختبار. اذا هو والله فعلا يساعد وفنان ويفيد بخليه معاي، اذا والله يبغى له يعني شغله ويطول السالفه راح اخليه بس في مهمه او بعض المهام يساعدني اللي يحتاج فيها احد يساعدني، وبعدين يعني معليش يا علي راح اتخلص منك. فزي ما تشوفون اول شيء قاعد تجينا هجمه، فخلونا نبدا حلقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا حلقتنا. علي علي تشوف الهجمة فوق الجبل؟ ايه يلا تعال تعمل البوابة هذه. تعال خلنا نعلم الشباب، نقول لهم اتاك انفيدرز. البشر طبعا بيجيبون له لوت واشياء. والله رايح من الباب الثاني، الحقهم عادي انت بكيفك، انا استقبلهم انا هنا ما عليك. تعال يا فنان، تعال تعال، مش كما ودي اخسر هذه عليكم. عطني الرمح يا رجال، جلدهم علي جلدهم. انت بالهلثك ها؟ والله بطيء الضربات حقت الرمح، بس يلا كفو. والله جلدناهم ها؟ كفو كفو الفزع. ايه ما قتلت ولا احد. ايه منزل عادي، كفي حضورك. هذا اخوينا كلهم اخويانا اخذت اللوت، ضبطت الامور. لا تقفل خله عادي، لان ترى ينحبسون البالز. طيب اول شيء يا علي نبغى نضبط دروعك، انا باخذك معاي في مهمه. طبعا اول شيء عيال، الحلقه اللي راحت كان في بوس كذا طلع في الليل احدى المناطق، مريت من عنده انا وبس عديته، فجت نصايح ان هذا البوس قوي ويفيدك في انتاج احد البالز الاقوياء ما ادري شو، فخلني اشوف يعني. اتوقع ان شاء الله بيكون شيء حماسي. هذا هو اتوقع البال اللي جانا، مو موريني وش هو، بس اكيد انه واتر ولا لا اتذكرنا دراجون. اي دراجون دراجون دراجون. طيب الدراجون ضعفه من ايش يا علي؟ من الايس، من البرد، من الثلج صح؟ اي الايس، خلنا اشوف اتاكد. اي الدراجون ضعفه من الايس، وانا صراحه الصوره هذه شكلي بطبعها واحطها قدامي هنا لان الحلقه اللي راحت لا خلها هذا، الحلقه اللي راحت جايب نيتشر لنا الله يعطيني العافيه، ورايح اقاتل فيه هذا، عنده ضربه فاير وعنده دارك، وانا جايب له نيوترال اللي هو الكينج باك، هذا نيوترال اقاتله فيه عشان ركبت له قوه دراجون. طيب هذا نيوترال، النيوترال ضعيف من الدارك يعني ما ادري كيف تفوتني، والله دوختني هذه اللعبه. لكن ان شاء الله ما عاد لازم تعرفون بدايات كذا شويه صعوبه، لكن ان شاء الله راح احفظ هذا الشيء واطبع لي صوره لازم اطبعها. فخلونا يعني نكمل. نبغى نروح للدراجون. طيب الدراجون ضعفه من الايس، خلني اشوف من الايس اللي عندي، ما اتوقع عندي اقوى صراحه، لكن خلنا نشوف. اتوقع في البوس. اي والله هذا حلو، هذا عنده ايس ميسل وهو بنفس الوقت دراجون، فاشوف انه راح يكون كويس. خلني احطه هنا مكان احد التيوس هذول. علي نبغى نعطيك بالز، بس ابغى تعرف تسيطر عليهم، تضغط الجير لليمين انت صح؟ ايه عشان تتحكم فيهم ما يسوون هجمات وكذا. فبعطيك بعضهم دقيقه. وش افتح الانفنتري حقك. علي ما عنده ولا ضربه بارتنر سكيل تو، اتوقع ليفل كم ليفلك؟ 11، لكن راح اضبط ان شاء الله اذا شفت اني احتاجه وكذا. بس بعطيك يا علي، خل البالز حقين هذول الانكينرم وات، لازم اقرا اسمه هذا. هذا اسمه انسينرم. المهم علي بياخذ الانسينرم هذول. علي يمسك، اسحب من اللي تحت، شوف اللي تحت اللي افتح البالز، صندوق البالز، وخذ من هذول الاثنين الانسينرم. ايوه بقرون الاثنين ذول، خلهم معاك نزلهم هناك في الفايت. وش هم فاير ودارك. لحظه لا ما ينفعون. دارك ضعيف من الدراجون. لا كنسل، خلني اجيب لك ايس. اي بعطيك علي، خذ البطريق. طيب خذ البطاريق، شوف البطاريق الثلاثه خذهم يا رجال وعادي يعني ما راح يموتون. وانا بستخدم التشيلت هذا البوس وان شاء الله يكون كويس. خلينا نشوف الكي ايتمز عندي. السدل حقه هذا، ابغى هذا حق البوس. يبغى لي ليذر. خلينا اجيب علي، بروح اجيب ليذر واجي. اوكي علي في بطاريق هنا، ايش رايك تيجي تمسكهم؟ طيب ما عندي اشياء تمسكهم. بعطيك من السفيرز اللي عندي. الاصفر ولا ايش؟ تعال انزل تحت، انزل تحت. روح خذ الصندوق وتعال امسك البطاريق، حاول تمسك بالز. اوكي قاعد ادور لي هنا ثعالب، كاني شفت ثعالب قبل شوي. ايوه هذول هم بطاريق. ايوه امسك البطاريق، معك سفيرز؟ لا ما معي. طيب انا بمسك الثعالب هذه بجيك، خلك بعيد عنهم لا يهربون ولا شيء. طبعا هذه الثعالب راح تعطينا جلود، واحنا نحتاج حاليا جلود ان كان مات وان كان امسك كويس. ها هربوا النايت وينج، تبغى تمسك النايت وينج؟ والله فكره حق طيران وكذا. يلا جايك اضربه. جاء ما عليك جهز السفير، عندك السفير؟ اضغط مثلث، مدري سام تحت اتوقع هو اللي يغيرها لك. مثلث انتبه هذا لك يا ولد. ها جاهزه؟ استنى لا تطلقها، استنى
استنى ما ادري عن هذا بيموت ولا خلنا نعطيه بالرمح احسن. شوف تراني اخذت تاج. يلا يلا اضرب امسك 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 امسكه. اي امسك اطلق عليه. نايس بس بس واحده خلصت عندك صح؟ بجعتك بجعتك. تعال تعال امسك امسك. وراك وراك انا وراك. بعطيك نص هذه يلا. خذها خذها خذها. اطلق عليه. كسر درعي ماله ماله. قرب قرب يالي قرب. مسكته كفو يلا. حلو خلاص لا 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 تخسر وش ذا؟ اه خلهم معك ذول خلهم معك. تعال تعال خلنا نمسك بطاريق ايش رايك؟ عشان الهجمات بعد شوي نحتاج الايس على بال ما نصنع السدل حق البوس هذا اللي معاي. شوفهم هنا شوفهم هنا بطاريق. انا خاف اقتلهم الصراحه. حلو ضربته الحق الحق. اركض وخلك ضاغط على الدائره ترى يزحلق يزحلق اللاعب كذا. ايوه جرب الثاني بعد جرب الثاني. انا اعطيه بالبكاكس كذا لا تطلق عليه انتبه. ها كفو يلا يلا تعال شوف التنقل سريع هنا تعال. ها الحمد لله على السلامة. اتوقع الحين يمديك يعني تصنع تعال تعال يمديك تصنع السدل كويس كويس. خليك تستخدم الالتمت حقت البطريق. انا بعد بس بتعلمها عشان استخدم الالتمت اذا بغينا. اول بارتنر سكيل عفوا هذا هو. يقول لك تستخدم تعلمها اول يا علي من التكنولوجي. يقول لك تستخدم روكت لانشر قاذفة قاذفة صواريخ. ايوه تفعل او تطلق البينجولت بنجولت ما ادري ايش البنجولت هذا بس اتمنى انها تكون ايس. اتوقع انها ايس نفس اللي يطلق علينا البطريق. ها تعلمت البطريق؟ ما تعلمت وين؟ يلا عند ليفل 17 اوه توك انت ما يمديك. خلاص اسمع شوف هذا هو شوف البطريق هذا هو. خلنا اصنعها وانزل مين اللي عنده هذه عندها بلد ولا نسيت يا اخي شلتي نسيتهم والله. هذه عندها هادي وورك ليفل 2 حلو حلو مفيده هذه. انزل 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 الله يعطيك العافيه. علي شوف لنا البيض بالله قرب يفقس ولا لا؟ روح شوفهم عشان اجي افقسهم بينما نصنع ولا تدري خل هذا يصنع. انا عطني اتوقع ابغى اوزان لان في ازمه في الاوزان مرات. رتلي الاغراض بالله. ها خل 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 عشان نجي نشوفون الشباب دقيقه بس انزل الاغراض اللي ما في الزحمه ذي. هلا والله خلينا نشوف الدارك. تعال تعال نشوف هذا الشيء طلع تعال. طيب الدارك اول شيء طلع لنا اوه شوف شوف اللي طلع لي نوكس واز بورن اوكي ولا هذه طلع لنا احد اسمه نوكس بنشوف الحين. خلنا نشوف البيضة الوشي هذه الخضراء. نايس فراشة ما ادري وش اتوقع. لا ما هي عندي هذه عندي الا لا اتوقع عندنا ثنتين اخذناها امس. اوكي هذه الفراشة اي كويس باقي النوكس وينه؟ هذا هو ايش يعتبر؟ هذا دارك عنده ضربة نيتشرال وعنده الجاذرينج بس. طيب الالتمت او البارتنر سكيل اوه يعطي دارك دامج لضربات اللاعب لما يكون معاك ويتفعل البارتنر سكيل حقه. ها بنروح بنروح ابشر 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 علي متحمس للبوس بس لازم البوس نجهز له عشان كذا انا ما بروح للحين ترى صعب تفكر سهل انت. خلاص صنعت السدل انا جاهز للبطريق وجاهز للتشيلت هذا. خلني اخذ بس البالز. تعال تعال جون كل كل ضبط امورك خلني اجهز البالز انا. هذا شيله ما احتاجه ولا هذا الكينج باكا ما احتاجه هذا برضه ما احتاجه. عطني بطاريق علي البطاريق كلهم معك؟ ايه غشاش انت والله. ثلاثة؟ عطني واحد، عطني واحد منهم. طيب. خلاص واحد كفي، أما ليفل ستة، ما في أقوى منه، عطني أقوى واحد، أقوى ليفل. أوه ليفل 20 يجي عندي، أوكي كويس. شلت والله ليفل ماش لكن. يلا مشينا. إيه. معك الأسلحة؟ إيه معي كل الأسلحة. أسهم، وضعك تمام، دروع، لبست الريش اللي على الراس هذه. خلنا ناخذ قنديل عشان التنقل السريع حقي. عندك النايت وينج؟ خذ اللي يطيرك. ولا صح ما يمديك تستخدمه، أوكي أوكي، خلاص أنت الله يعينك وتقعد تمشي علي. يلا افتح الخريطة. وين البوس هذاك؟ اوه بعيد شكله ما يمديك تجي. طالع فوق ايوه تنقل على البيت هذا تشوف البيت؟ ايه انتقل عنده. جيتك جيتك يا علي. طبعا علي ما عنده جلايدر فصنعت له واحد تفضل. لان في قفزه هنا خطيره. يلا تعال معي بنروح مشي انت يعني التنقل حاليا ما منه فايده. يلا ان شاء الله نوصل هناك في اسرع وقت ممكن. علي اقفز وجلايدر خليك ملك. ما شاء الله طاح علي. ما عندي يا اخي. يا اخي اقفز مرتين. تعال تعال في جسر هنا لا تطيح تحت. ها اه في بوس علي علي ايش رايك؟ هذا تشيلت ينفع ينفع ضد الدراجون اللي بنروح له. حتى هو عنده دراجون وعنده ايس. ايش رايك؟ يلا بسم الله. تمسك انت اوكي؟ يلا حاول تنتبه. ها لا مو الحين عاد انت يعني طماع مره. ايس يبغى له فاير بس انا ماني جاهز للفاير. اوف الدمج اللي اعطيك. انت بنتبه لهيلثك. بدمج لك ها؟ عطني الرمح ما عليك انا خليه يدمجني هو. استعد استعد اذا قلت لك اطلق اطلق. تقدر تجرب ايوه تجرب عادي عادي. نايس يلا يا رب يلا يا رب يلا يا رب. ها
كم؟ 60% حلو. 70% 81 اي كفو. هذا ممتاز للدراغون اللي بنروح له للبوس. لان هذا عنده دراغون وعنده ايس. والدراغون هذاك ضعفه ايس. عاد ما ادري اذا في ضربات ولا. ايش فيك؟ يلا يلا تعال. يلا نكمل كمل يلا. اوه تشوف المعدن اللي هنا؟ ينفع اسوي بيس هنا نايس. انا بروح امسك البوس اللي تبغاه انت. اما وين؟ البوس قوي ليفل 30 مدري كم، لازم انا اكون موجود. تعال. والله انا اكون موجود. انت ليفل 11 وانا 27، انت توقع تموت من البدايه، لكن يعني خليك تشغل شوي عرفت؟ نايس والله سريع هذا كويس. لو عندك السد الحقه يا اخي. والله شو الزحمه اللي تحت؟ في فايت. في فايت في ايس، وش ذا؟ من الايس اللي هنا؟ اوه قنفذ قنفذ. هاته مسكته 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 قنفذ. تعال انت النشبه. يلا هرب يلا هرب. قنفذ هنا علي. قنفذ جليدي. نايس. خذ الذياب اذا تبغى. تقدر يعني تاخذ ذياب. ها دمجهم لك. اسمع لازم تدمجهم مره عرفت؟ اذا نقص هيلث مره تقدر تمسكه. حلو والله عندك الحظ مرتفع مدري. الكابتشر ريت. تبغى ذيب ثاني ولا شيء عادي ترى مسموح يعني. خلنا نشوف الذياب هذه يمكن فيها اشياء كويسه. من الغبي ذا وخر هناك يلا. ما تعرفون. الله 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 يا علي المحظوظ. اوكي خلنا نشوف ورا ايش السالفه. في غزلان هنا اذا تبغى. انت ما عندك غزلان صح؟ مسكت الذيب؟ حلو تعال. تعال حتى انت ما عندك ثعالب. اوه في قريه بعد. شوف القريه اتوقع في واحد يجيك كذا مميز محبوس في السجن. تبغى نروح نشوف؟ من المحبوس؟ قنفذ الثاني نايس. خلنا نسطر. تعال نقتل البشر هذول هنا. نزل الدراغون حقي بالله. رايد يرحم امك رايد. نايس. تعال. هاي ضربة الايس ميسل ولا؟ اوه هذا الايس حلو. حلو حلو هذا الايس اللي ابغاه. تعال انت. امسك امسك الثعلب امسك الثعلب. دمجت لك امسكه. ما عاد عندك؟ تعال تعال بعطيك تعال. لا لا شيل شيل بطريق شيله. خذ الزرقاء هذه كلها لك يلا. تستاهل تستاهل. خذتها يلا حلو. خلنا نجرب ضرباتي انا هنا. اوف اوف هذه كليك يمين. تعال تعال تعال. عليها كول داون ها. الدراغون بيرست. اوكي هذه مكرره فاغلب حقين الدراغون. خلنا نسطرهم يا علي. مين هذا؟ عط ايس. اسمع ابغاك تمسك الغزاله يا علي. الالك هذه. ايش ذا؟ هاي ضرباتي؟ اتوقع ضربات الايس. خلاص ارجع ارجع القريه. في واحد محبوس خلنا ناخذه. انا 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 بمسكه. عادي عادي مو مشكله تعال. الله قنفذ يلا خذ لك تستاهل. قنفذ. افتح له الباب ويصير صديقك ترى. ايوه. الله كيف؟ ها خليك معلق. شوف 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 شو منزل. ايه قنفذ ايه قنفذ ازرق كذا. ليه ما تبغى تجيك؟ اخذت لي واحد توني انا ما شفتني. خلاص راح البيت هو. بعدين نرجع له اوكي يلا تعال. اوف في بوس هنا. بين كينج. ايش رايك؟ ايه والله في بوس تعال تعال دجاجه مدري وش تعال. الله تجي بموت انا. يلا 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 بوم. اوه بيضه بعد نايس. لا انا امسكها. عادي اي واحد ياخذها. انا اخذها. يلا تستاهل تعال. خلينا نشوف البوس وين هذا؟ فوق. وعنده تنقل. مستعد تتسلق؟ يلا تسلق تسلق علي. في ناس يقولون اقفز وانت تتسلق. اي والله نايس. حتى لا انتبه حاول ما تطيح حاول تقفز يعني بطريقه. انا بطيح انا بطيح. لا اوكي وصلت. نايس ايش بتكون قدرات هذا ما ادري. استعد؟ ايه شوف يمكن لحظه انا اقول نفتح التنقل في تنقل هنا شوف عشان اذا مثلنا من البوس هذا يعني تعرف نرجع على طول. ها كويس. غالبا راح يكون عنده نقاط ضعف مختلفه لكن ان شاء الله احنا عندنا حقين ايس فان شاء الله يكون عنده ضعف من الايس. اصبر اصبر وين هذا؟ هلاو؟ ما في احد؟ اوه هذا عنده بطاريق ايس ووتر. دقيقه ارجع ارجع ارجع. يبغى له كهرب. يبغى له كهرب ويبغى له فاير. يبغى له كهرب وفاير. هل عندك ثعلب؟ قلب شوف. اسمع بنزل له الماموث يا رجال. عندي هذا انزله؟ هذا اي عنده فاير. حلو 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 ممتاز هذا اي نزله نزله. علق علق على المربع يا علي. عطى الضربه القاضي. نبغى نمسكه اوكي؟ ايه. يلا يلا. جمدك الخايس. ديم. اوه عندي عندي كهرب. حلو شلت نص هلته. انا عندي كهرب. علق على المربع. والله شال خويه كفى. يلا عوافي عوافي. ما عليك انا سلاحي مره قوي. ما نبغى نقتله يا علي. اذا قرب يموت ستوب ها؟ اسمع صيد البطاريق الصغيره ايش رايك؟ بطيء؟ اصبر. انا
هذا التعبية مرة تطفش. هاي الخايس انا ابغاه. يا غشاش. بس بس مالك مالك هذول. نزل لهم الماموث يا رجال. نزل لهم الماموث. هذا بيمسك البوس. بيمسك بالشرك. نايس مسكنا البوس. خل هذا يسطرهم. عطه هجوم على الكل يا خوي. اضرب يا جافيل. نايس. شفت الضربة كيف؟ موتته بعيد. والله كفو. والله. تعال تعال لو. لا لا عادي عادي اذا صار احمر نرجع البيت حقه بس يرتاح ويصحى بعدين. خذنا اللوت خذنا الايس. خذنا. يلا كل شوي يلا شو كيف صار؟ ايش فيك؟ جوعان انت علي؟ كل كل كل. عندك اكل ولا لا؟ كل 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 واكل اكل اللي معاك مساكين. خلنا نشوف هذا اللي مسكته علي دقيقة بالله. اوكي عنده كولينج ليفل 2 تبريد وعنده ماينينج. والله جامد يا علي. ليفل 2 كل شيء ليفل 2 عنده هذا. الواترينج والهاندي وورك والترانسبورت. وانا ابغى امسكها. عادي نرجع هنا بعدين يمكن نلقاه مرة ثانية. ايش رايك؟ بس بعدين يعني خلف الكواليس انا وانت ان شاء الله. وبنفس الوقت ترى عنده ايس. يعني راح يفيدنا الحين في قتال البوس. يموتني. بس ما ادري معاي في البارتي مو معاي يقلع ام القهر. يلا عوافي عوافي. نرجع نرجع ان شاء الله هنا لان راجعه وتكون المرة الجاي عاد ما ادري بنلقاه ولا لا. بس لازم نمسك لك واحد. يلا مشينا. يلا. والله شوف في كول داون. شوف الوقت بعد ساعة تقدر ترجع هنا اتوقع. والله رهيب البطريق هذا. كل شيء ليفل 2 مفيد جدا. طيب خلنا نشوف الحين هذا البوس دراجون. راح نكمل من اليسار. اتوقع انه فوق هناك في القمة هذه. لا اتوقع هو هناك. لحظة شوف القمة هذه على اليسار. بابا اتوقع هو هناك يمكن. يلا نقفز مظلة. اقفز اقفز يلا. علي شوف في خنزير هنا ابغاك تمسكه عشان تتعلم الاشياء وتلفل. تعال شوف هذا. تعال يلا جاهز انك تمسكه. وانا خلني بروح اشوف هذا الصندوق اللي هنا. ما يقتلني يا رجال ليفل 3 مدري كم. حلو جاني جولد وشي. امسك امسكه. ايوه كفو. وعندي هنا تعال خذ هذا اللايف مانك. هذا نرفع فيه الكابتشر. والله اسمع اسمع خلنا نروح البيت. شوف التنقل هناك قريب. خلنا نروح البيت ننزل الاغراض اللي معنا. اوكي نصنع سدلات واشياء. ايش يبغى الهطف ذا؟ تعال قتلهم قتلهم عشان تلفل. تعال نصنع سدلات نضبط الامور بعدين نرجع هنا. تعال يا علي تعال اقتل الغبي ذا وتعال. طيب علمني بالله على البطريق هذا وين السدل حقه؟ في قنفذ هنا بس اتوقع ان هذا ليفل بدائي. ابغى البطريق وينه؟ بطريق ولا بطه ولا ديك؟ تعلمت السريع. تعلمت حق الخنزير؟ تعلمت حق الخنزير كفو عشان التنقل سريع. ها طيب هذا الالفا اللي مسكته عنده ضربتين ايس فراح يكون ممتاز جدا. الصراحه انا ما شفت له سدل يعني ما قال لي تقدر تصنع سدل فاتمنى انه بدون سدل. قرب. لا والله ما اقدر استخدم انا هو بس ينزل حاله. الالتمت اللي عنده وايل فايتنج فاير باس دروب مور ايتمز وين ديفيتد. اوه هذا لما اقاتل فيه لما يكون معي في القتال يعني بالز الفاير راح ينزلون موارد اكثر لما اقتلهم. يعني الثعالب مثلا لما اقتلهم راح ينزلون جلود اكثر. اوكي علي يحتاج جلود حاليا فخلني اروح عنده في زعله واستخدم هذا اشوف هل هذا شيء يعني فعلا حقيقي. شوف هذا ثعلب هنا. اوكي نزل عليه هذا قول له اتاك. تعال يلا بيرجع البيت. وين راح ذا يا الحبيب؟ والله الدمج 2000. شوف 1200. اوكي كم عطى جلود؟ 2 وبس. الفليم اورجن 2 بعد. يلا يلا هذول يوم شوفهم هنا. علي قتل قتل قتل. خل هذا ايوه. ايش يسوي هذا الغبي؟ جلد زين. حلو 2 جلود بعد. مسكته؟ انت تمسك وانا اقتل. لان الثعالب هذه بالنسبه لي عديتهم خلاص ابغى اشياء اقوى. اي عطهم. هلا والله بالموارد. جلد. والله رهيب هذا. هاي علي. والله رهيب المستر بطه ذا. كانه بطريق كبير. او بطه بطه. ما ادري زبد القرصان ذا فنان. شو اسمك؟ اسمه بينك كينج. ملك البطريق. اتوقع او اقدر اصنع لك انا السدلات اتوقع يا علي. مو لازم انت تتعلمها اتوقع ماني متاكد. خلنا نشوف هذا اصنعه واخليه هنا على الطاوله تجي انت تاخذه. تعال تعال اسمع صنع معنا الطاوله هذه قصدي السدل هذا عشان يصير سريع. وخذ حق الخنزير تتنقل فيه. وخذ حق الخنزير واصنع مكانه حق الذيب لانه يمديك. تعال بنعطيك البوس يا علي. شفت البوس التنين اللي انا استخدمه؟ ايوه خذ السدل خذه. خذته حلو. تعال خلنا نشيل خوينا خلاص كذا وضعنا جاهزين. ترى جاهزين نروح للدراجون بس شكلنا بننتظر الصباح. نزل اغراضك الزحمه اللي معاك والاشياء اللي مزعجتك نزلها يا علي. وين البوس انت مسكته ولا انا؟
انت مسكته صح. تعال يلا افتح البال بوكس تلقاه موجود عندك. اتوقع كل واحد منا له بال بوكس خاص فيه. ايه شوف اللي عند علي مختلف عن اللي عندي. يلا نام. خلنا ننام عشان نصحى الصباح احسن عشان نور وكذا نشوف، لان باقي رحلتنا طويله اصلا. يا صباح الخير مشينا علي. خلنا نفطر اول، نعيم من الله خير. افطر عطني لحم، انا تعرف يعني نادي وكذا لازم. شباب تابعوني على السناب والانستغرام، اكواد ظاهر لكم عندي تمارين وكذا، بس ان شاء الله ارجع لكم اليوم ما صورت شيء. المهم بسم الله الرحمن الرحيم، تنقل في اخر مكان فتحناه اللي هو هنا. طبعا انا بنتقل هنا، اقدر اروح هنا بس عشان علي. يلا طبعا علي جاء مشي ما اقدر يتنقل، ما ادري ايش المشكله، بس يلا الحمد لله على السلامه. نكمل يا علي، راح نطلع فوق. ها انا اشوف خلنا نحاول نجي من هنا احسن، لان يبدو لي ان في جسر. تعال فوق. اوكي روح الجسر يا علي بجيك. اوكي خلني انا بطلع فوق، اتوقع في بيضه زي ما قال لي واحد. وصلت شوف فعلا في بيضه، وهذه القمه فيها شيء اخضر هناك، اتوقع ان اللايف مانك. اوكي خلنا ناخذ هذا معاي وبجيك بالمظله، انا بجيك سريع تراني على طول. على اركض انت، ممكن تركض. شوف علي شوف كيف يجيك. نايس خلنا نقرب وافتح المظله. روح يلا روح سيده روح سيده يا عيال. شوفوا وش ذا ما ادري وش. المشكله ان علي نشب هنا قاعد نحاول نطلع، يعني قلتش علي حاول تطلع، فجاه هذا طب علينا والبوس هذاك هناك، فما ادري. والله اخي والله عنا يا ولد، حياه الشقا. بسم الله يلا اضربه معايا. وانت انت بحط متفجرات كويس اذا قتلك عشان تروح. شكله قوي علي. وشو هذا؟ جراس. يبغالنا نار. لا ايش تبي انت؟ منت نار انت، ارجع. والله يبغالنا نار علي، ما يمديك تطلع ابدا. هذا ناويك يا ولد. انا اعطيه في راسه. اوف 800. ها ايوه حاول تطلع من فوق. حلو طلعت. كفو تسلقت. ها كفو. يلا من نصيبك هذا يا علي، امسكه ترى بيقتلنا. امسكه بسرعه. ساعدني اهرب. ساعدني ايوه. علق. انت معلق ولا لاعب؟ شو السالفه؟ ما قاعده تساعد يا ولد. الا كفو استمر يا علي استمر. يا الله يا ابن المنقذ كفو. سطره. اوكي بطلع له. انتبه من ضربات هذا، وترى والله قوي الكلب. حلو ها بشر الله يستر. انا ما عاد بضرب لانه بيموت. اطلق عليه ما عاد عندك اضغط سام تحت شيء. والله ما عندك يا علي. خلاص بمسك انا. يلا تعال خلنا نعطيك تعال امسك. خذ هذه الخضر بساعدك. ما عليك ان شاء الله بساعدك. اقلع الشكل اول. والله نشبه هذا. والله تعال يا رب. ورانا بوس، ما احنا فاضي العينات هذه. اقلع الشكل هرب. اوكي لا ان شاء الله يمسك. ما عليك خلنا نركز عليه عشان لا يقتلنا. بس هرب بيجي طبعا، بس خلني اصحيك على الاقل. اوكي هل ناقص ايوه، بس ما ادري ايش فيه ما يمسك. ما رفعت الكابتشر ريت للحين. شكلي بحط وين ال اوه قاعد استخدم اقوى شيء عندي انا الجيجا اصفر. مع ذلك الورع ذا. اوكي بستخدم عليه الرمح. تعال يا علي احتاج فزتك عشان ادمجك بدالي، عرفت؟ اتوقع خلاص ما ابغى اقتله، بس لازم يعني نقلل. خلاص لا تضرب ابدا. اوكي اتوقع يلا شكله النشبه. تعال بس هذا ان شاء الله. ذس از ات 71. خلاص ابشرك مسكته الحمد لله. والله ها لا ما يمدينا الوردي. اوكي يمكن تقدر عليه انت. خلني اقرا عن هذا معلومات كذا اشوف ايش قصته. هذا هو اوف حق نقل وحق حطاب وشغل يدوي وتجميع لوت، بس ما عنده مايننج. يقول لما يكون معاك يستهدف الاهداف الضعيفه. ايش فيك طحت انت؟ قاعد تلحق الفراشه شكلك، ولا وش هو ذا؟ التنين جاء يا علي. تسلق حاول توقف كذا في زاوية راحة. اي عندك شفت القمة هذه؟ وقف فيها ترتاح. ابشركم علي طلع بعد معاناة. يلا لقينا الطريق. طبعا انا ساعدته. يلا ترى البوس جاء هنا بس شكله رجع. اقعد جايك. دروعنا مكسرة يا علي. نزل التنين. تدري شلون؟ انا بنزل البطريق الصراحة. بنزل البطريق. اركب التنين اذا تبغى او خله بكيفك يا علي. اوكي انا بنزل البطريق ملك البطاريق هذا، وانت عاد اتمنى لك التوفيق. استعد شوف نبغى نمسكه، ما نبغى نقتله لا تنسى. خلاص بسم الله. كم جاء؟ والله جاء شيء بسيط كانه. اوه جايني ذا قوي.
تاك سيم تارجت. انا عبيت الطلقه حقتي. اي عطى يا خوي. الله يستر دمجته 50. حلو حلو. اشتغل يا علي اشتغل. عطى ضربات الجليد ضربات الجليد. اشت اشت ما يبي لنا هذا. يلا يا بطريق شد حيلك. شكلي بطلع له البطريق الصغيره. اقلع شكله والله دمج بطريق 43. ايش الدمج الخايس هذا؟ يا التعبيه البطيئه. اي اضرب 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 الضربه اللي بال الون الون عندك البي. والله تونا يا ولد والله تونا. دعش قلعم الحاله. والله قوي هذا يا علي. اوكي خلنا ننزل هذا. شوف مات مات الملك البطاريق مات. قلعم الحاله. وين هذا؟ تعال من اللي يشتغل. وش يشتغل؟ تعال هنا. تعال. لا 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 خليني اشوف الضربه. دقيقه علي اضربه تكفى. شوف اعطيته والله ما ادري كم الدمج. شوف انا ما ادري يمديك تساعدني ولا لا لكن اتوقع الموضوع خطير. اهرب اهرب يا علي. روح سيده روح سيده روح سيده. اهرب اهرب اهرب. يسار يسار خلاص روح سيده. متنا كلنا. يلا مو مشكله. عوافي عوافي عوافي. لا قوي والله يبغالنا نشوف لنا طريقه. والله قوي يا عيال. هذا شوف الحل الحين. اوكي اول شيء يا علي نبغى نحط البيضه هذه. عندك بيضه تبغى تفقسها؟ تعال تعال تعال. انا حطيت بيضه بعد هنا. بسم الله. لا عشان نشوفها بس. نات ست وات. اي وش ذا وش ذا؟ مخلوق طائر او شيء. لحظه لحظه في فايت برا. ولد 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 ايش السالفه؟ في فايت. اوه خشوا في التنين يا علي. الماموث الماموث الماموث. جيب جيب شيء ناري جيب شيء ناري. يا قلعم الحاله. نزل له ذا بس خليه يتفاهم معه. نزل له ذا خليه يتفاهم معه. تعال 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 في فايت برا. والله شال نص الشعب ذا. والله لقاء الجبابر. شوف هذول قاموا يتهاوشون بينهم. اوه البيت قاعد يتدمج تكفى. نزلت الثعلب؟ اي نزل نزله. اسمع جيب ابو قرون. شفت ابو قرون؟ جيبه 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 ترى بيتفاهم معه والله. فك واضغط فك واضغط مربع. ايوه بس بس بس. اوه باقي باقي والله. اما مت. يقول عم النكبه. هو يدمج هو ما عليك ما قاعد تسوي شيء. يا حليله والله شكله طيب يا علي مسكين. تعال خلاص خل خل في حاله. اهرب تعال. اوه اسمع شيله يا رجال بيكسر بيتنا خلاص. اسف والله لازم. دخل البيت ما مره ما كان عندنا السفير هذه ما نفعت. خلنا صنع يا ابوي. عطنا من هذه. بصنع منها 51. يلا. والله سوالنا كارثه. اخذت لوته؟ حط لوته في الصناديق اوكي؟ اسمع الخطه اسمع الخطه. الماموث اللي معاي اتوقع انه قوي وانا عندي هنا ايس سكيل تمام؟ مهاره الايس. فبما ان الدراغون هذاك ضعفه من الايس بركب للماموث تمام مهاره الايس هذه بعطيها استخدام على الماموث. يقول خلاص تعلم. روح عند الماموث وبدل مثلا بدل الاعصار حسه غبي. حط لي الايس ان شاء الله يفرق ان شاء الله ينفع يعني ان شاء الله ينفع. حلو واقدر اصنع السدل حقه. عندك الكوره الحمراء وين؟ ام عاد. اوه نايس. بس تدري شو المشكله؟ لا والله ما في مشكله. يبغالها انجت واسمنت. تعال تعال خلينا نصنعها. عطنا انجت. كفو والله كفو. بس وين ذول الشعب؟ ما في احد يصنع يا ولد. خلينا ننزل بالز حقين الصناعه. الكندلنج اثنين. والله الشعب مره ندعس ودعس. وين الثور هذاك؟ هذا هو باقي تعبان حتى هو. اوكي ايوه جانا هذا القال كلو. عنده جاذرنج ليفل اثنين وعنده اوه يقول يمديك تطلق بالسلاح لما تكون تطير بهذا الطير بهذا البال. حلو يعني عنده ميزه جيده. شوف احنا انت نزلت هذا سوي مايننج ولا ايش؟ جيب اجيب خليه يسوي هنا انجوت. تعال تعال خليهم يسوون انجوت يا رجال نحتاج انجوت. طيب شوف شوف بما ان اعطينا الماموث المهاره هذيك يبغى لنا هذه. الله يبغى لنا الجلد 50. والله ما يمدينا نستخدم الماموث. يبغى له جلد 50 وهاي كواليتي اويل. اسمع لي اجل بنزل الميدان خليه يقاتل شوي. يا صباح الخير ان شاء الله هالمره يعني نقتل البوس هذا لازم. خلنا نشوف بس التنقل تكفى لان والله تعبنا في في المشي والمشاوير. خلي التو تمشي علي. يلا جرب جرب تقدر تنقل سريع. انا توني اكتشف ان علي اذا جاي يتنقل يفتح الخريطه ويروح على حقه التنقل وما يضبط معه. المفروض يروح عند البال بوكس ويحاول يتنقل من هنا. يا علي حرام عليك. ولا شيء. يلا 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 بجيك يلا. يا علي حرام عليك يا علي. خليتني اتمشى ورفيق كثير. يلا بسم الله الرحمن الرحيم.
اوه شوف شوف القنافذ الكهربائية هنا. نايس نجيهم بعدين ها. افتح التنقل هذا وانتبه من البشر اللي هناك. اتوقع نقدر نكمل هنا. تعال خلنا نشوف يمكن نلقى بالز جدد. افتح التنقل. يلا. انا لاحظت المنطقة هذه فيها بالز واشياء منوعة كثير، شوف اشكال وانواع. بس ما نبغى ننشغل فيهم. نبغى نقتل البوس وناخذه معنا اوكي؟ بعدين نجي هنا نستكشف على راحتنا. شوف في بيضة هنا جامدة. انا اخذها. يلا تستاهل، خلنا نشوف. اوه معليش علي والله بيضة جليدية هذه. كلنا واحد كلنا واحد. نقدر نستخدمهم عادي البالز. وش هذا؟ اعطيك اياها عادي. شوف هذه شوفها لارج فروزن ايج. بيعطينا بال ثلجي. بيعطينا بال ثلجي عادي. نقدر نفقسه واحد انا وانت فريق. انا وانت فريق. لا قلت لك لا يغرونك الاشياء الجانبيه. تعال ركز على الاهداف. اسحب عليهم اسحب عليهم. ركز على اهدافنا. تعال تعال ركز على اهدافنا. البوس هنا فوق. اوه قاعد تقاتلون معه. شوف البشر تقاتلون معه. علي فوكس ركز ركز. اسحب على الاشياء الجانبيه. خلهم خلهم يدمجونه شوي. كويس. اصبر من هنا اصبر من هنا. تعال 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 تعال. وقف ارجع ارجع اقعد هنا. خلنا نشوف بيشيلهم طبعا. بيلعب فيهم لعب. بس خلنا هنا. انا ما ادري انزل الماموث اول. الماموث ان شاء الله انه يلعب فيه ولا نزل. لا يعطني الماموث. اعطني الماموث. نقول ان شاء الله راح يلوت. الله يصلحك. بس تعال 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 انا باك تقاتل هنا. تعال علي. لا لا علي ارجع انت ضعيف. خلي الماموث ياخذ له بعض الدم. يصبر. بسم الله. روح يا ماموث روح. سيم تارجت. تفادى الضربات اوكي علي. ايش في هذا؟ اجل التكفى ضربة الايس يا. لا لحظة هذا ايس. لا وش هو؟ الدراجون هو. اوكي لخبطت. ضعف الايس ضعف الايس. يا اخي ما يجي الا علي انا. انقلع. يا الله لا يوفقه. تكفى يا ماموث. اجلد. علي اعطى ضربة الون الون. عندك الايس انت تبغى الايس. عليك منه عليك منه. ايوه كفو. مين اللي جمده؟ انا. حلو حلو حلو. شوف هيلث قاعد يروح. جهز لي الجيجا صفر. الله يكفينا من القفزه ذي. انتبه فادا. لا اوكي حسب عنده ضرب. ايه شيب ذا. قلع. الله يقلع شكله. جت عصافير كذا ملقوفه. بيشيلون الديد ريم اللي معي. اوكي. ايه جمده. فال تيم از هانجري. من الجوعان الفاضي ذا. اخر هناك بس. اوه شت اوه شت. يلحقني. ساعدوني. علي تشوف البالز اللي يطيرون هذول؟ والله يا اخي الله يقلع ام التعب. يا عب مو هو لازم انا اعبي يا اخي. الله لا يوفق هذا. انقلع. جاتني عصافير هنا يا رجال. صقور ما ادري ايش نشبه قسم بالله. يلا يلا قربنا هيلث من النص تقريبا. طبعا بيضربني. خلنا نستعد. سبب لي حراره سبب لي حراره عاليه. حرقني. كيف حرقني الغبي ذا؟ يا اخي ليه؟ انزل تنزل. خلنا نهرب شوي. هرب. لا ضربني علي. اوكي ان شاء الله يمديك عليها. تجي تساعدني؟ افا ليه؟ ما يمديك تقتله. ساعدني. والله بنعيد ترى. اركض. شوفني هنا عند الددريم حقيني. قاعد يواجهها بسرعة 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 بسرعة. حرق خوينا والله. يا رب يا رب يا رب يا رب. خليك ضاغط خليك ضاغط. مات حقك. اوكي نزل بطاريق او ما اخذت البطاريق. والله ما اخذنا البطاريق. بس ما عليه ما عليه. كمل كمل كمل. كفو يا علي والله انك كفو. هذا الغبي جوعان حقي. تعال تعال تعال. خلنا خلنا نستخدم ال ايوه. اوح اوكي اوكي عوافي. اجلد اجلده. اعطى ضربة الايس. مات خوي. اوكي. والارمر حقي راح. خلنا ننزل الماموث اجل. انتبه انتبه. الماموث ان شاء الله بيكمل عليه. خلي خليه يشغله. اي عطى يا ماموث تكفى. وهذول كل شيء يضربون الكوار. نايس. عطى هد يا علي عطى هد. اتوقع الهد ولو بس يخليني في حالي ما يقدر شخص معي. يلا يا ماموث تكفى. يلا يا ماموث تكفى. اوح مات. اوكي الماموث راح. الماموث راح يا علي. شو السالفه؟ يا رب ما
اهرب بعيد انا. اي اجلد اجلد كفو. يا التعب يا قاعد ارمين بعيد مالك. انا بندس هنا ورا الصخور هذه ان شاء الله تنفع. يا رب تنفع يا رب تنفع. عصير لا ما اتفقنا. الا والله ينفع. اوح انا ما دمرني. انتبه انتبه انتبه. ايوه ايوه خله تحت. يا سلام ايش رايك نقتله من فوق؟ ينفع؟ يا دكتور ايوه اي عطى يا علي كفو يا اخي قسم بالله انك معزز طولي والله ما ادري ايش اسوي بدونك والله. عطى هدات. اسمع خليني اجرب امسكه من هنا. عب 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 ارجع لا تقرب لا تقرب مره لا تقرب لا تقرب مره. يا رب فراسه فراسه يا علي لا تتحرك وانت تطلق ترى ما قاعد تتحرك. نايس 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 ان شاء الله عليها نمسكه. تكفى يعني تكفى قول نمسكه تكفى. ايه انت دمجك مره قليل بس ما عليه عوافي بعطيك زي السلاح هذا. لحظه عشان ما يجيه الدمج 99 يموت. بس 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 خلاص 38 بحاول امسكه لين يفرجها الله. بقعد امسكه لين يفرجها الله. لا لا خلاص انتم بسف انتبه لا تطلق عليها. بخسر بارمي 47 محاولة لين ان شاء الله يمسك. ايوه حلو حلو بدأت ترتفع 43 يا رب. كفو والله كفو والله ما توقعت والله كفو كفك قسم بالله انك كفو. يا الفزعة ديم. خلاص رجع البيت ترى رجع البيت. جاتنا ليفلات شوف كم ليفلك صرت 14 انت. حلو حلو يلا شوف هنا في تنقل سريع تشوفه افتح الخريطة. ايوه هذا اللي عندك مو ملون تعال خلينا نروح عنده نفتحه ونرجع البيت وخلاص نريح. الحمد لله على السلام والله ما قصرنا صراحة. الفزعة الاسطورية علي يعني صراحة فاق التوقعات والله العظيم بدون مبالغة. خلينا نشوف ايش اخذنا شيء جديد. البوس وين البوس تكفى هذا هو. طيب هذا ليفل 30 عنده فاير. انا اقول سطر الماموث يا اخي لان الماموث كان جراس. المهم عنده دراجون وفاير شغل الوحيد حطاب زي ما تشوفون دفاعه مره عالي وعنده ميزه سرعه العمل لكن في ضعف في الهجوم. ما الباسيف سكيل عنده مشكله ما يصلح للقتالات هذا بس يلا شوفنا دبره بعدين. البارتنر سكيل عنده يقول تقدر تستخدمه كبال يطير مركب طائر يعني تركبه ويطير ولما يقاتل معاك اي بال دارك راح ينزل موارد اكثر لما تقتله. طبعا دراجون زي ما تشوفون اوكي والله صح. راح نكمل ان شاء الله عيال الحلقات الجايه. اتمنى الفيديو هذا عجبكم لا تنسوا اللايك وتشترك في القناه اذا ما انت مشترك واهم شيء اللايك عشان استمر في السلسله هذه واتمنى انكم مستمتعين معي. فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.